التقاء الكلمات، التقاء الكلمات اي يرضي العقول، يرضي العقول كويس. فلما يقول وزعت تمر، التمر معنا ربنا سخرك لنا صح، يقول له شوف لك حمر الكبو بقى والله اياك كويس. على حسب ما في رمضان بقى يعني ايه هو المقصود خادم القوم سيده الى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمن ينشر يعني ايه الايه ينشر لكم ربكم الرحمن لا اللي هو نزول المطر والله الى الابد عالي عالي شكرا تفضل الى الكهف حيكون شكرا سيدي وفي جبل فلما ينزل عليه الميه فرطبه ولذلك قال وهو الذي السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله سيدي سعيد. السيد عبد الله باندي ضيف دولة الكويت من بلاد ساحل العاج، الأستاذ سعيد. الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك كل عام بخير، وبارك عليك الشهر. فنشر الرحمة، لأن المطر ينتظم البلاد. أيوه. لكن في ساعات بيجي على بلد دون بلد. فهذا كما قال يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. واحنا شفنا الظاهرة دي هنا في الكويت